رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية. دلوقتي بقى احنا عملنا بص اللحمه، بدا بقى الصوص بتاع عصير العنب يتكاثف اللون البني ده، احنا اتفقنا ان احنا في الاول عشان لو اصدقائنا لسه منضمين حالا للفقره بتاعتنا او دلوقتي حالا، احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا قطع من اللحم وحطينا عليها رشه ملح وفلفل، وقلنا احنا عايزين نعمل صوص لحمه او قطع لحمه، مش شرط تكون فيليه او من عرق او من حاجه، ممكن نستخدم قطع تانية ناعمه ما تاخدش وقت في السوى، ونعمل بيها طبق حلو من عصير العنب الاحمر. طبعا انا اخدت اللحمه تبلتها بملح وفلفل، عايزه اعتمد على طعم اللحمه كليتا، وخدت معلقتين زيت زيتون شوحت فيهم معلقه سكر بني، وممكن مكانها معلقه عسل توازن الطعم والطعم اللي هو الحاد شويه في عصير العنب الاحمر. وبعدين عصير العنب ده بدون سكر طبعا، بيتباع في السوبر ماركت موجود. حطيت كرملتها ونزلت اللحمه عليها تتكرمل وتاخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين حطيت فصوص الثوم والروزماري، وبدات بقى انزل بعصير العنب الاحمر. بدا يتكاثف الصوص، يتكاثف يتقل كده، ويبدا بصوا على نار هاديه، هديت النار خالص، هوريكم كده على المعلقه عشان تشوفوا اكتر. بسم الله كده بصوا يتقل سنه سنه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا اللحمه بتستوي، احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل الوصفه دي للناس اللي محبه ان اللحمه ما يبقاش يعني well done، ممكن يبقى medium متوسط كده في التسويه، لكن انا حبيت ان احنا نسويها بشكل كويس، وهي اصلا قطعه اللحمه المفروض تكون من القطع اللي احنا بنختارها تكون مش بتاخد تسويه كتير. طيب انا دلوقتي هعمل سلطه كده لطيفه جدا لمحبي سلطه الرز البني او الرز الاسود او الحاجات اللي ليها علاقه بالكينوا بالبرغل، احنا عملنا حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت. خلينا بس الاول بسم الله الرحمن الرحيم اطلع دول، دول شويه، وعندي تاني في شويه تانيين احنا عاملينهم. اهم عايزه بس اجيب دول واجيب دول واوريكم بس الاثنين، لحظه واحده اهم اهو اهو مع بعض عشان حضراتكم تبقوا شفتوهم. هاخد كده بس تقليبه صغنونه بالمعلقه الخشب، البطاطس ما بتاخدش وقت، بصوا جميله. وهنا كمان اهو ده فيها زياده بابريكا، دي انا ما زودتش البابريكا، بس بصوا البطاطس تجنن. هنقدم بقى بصوا وادي البصل، بصوا الجميل ازاي، شوي رائع رائع رائع. تعالوا بقى ايه، احنا هنبدا نجهز الحاجات الحلوه دي. طيب هنبدا بقى ايه، ناخد كده ونعمل بقى احنا وصفه لطيفه كده. خلينا ننزل مقاديرها الرز والخضروات، تعالوا بس نشيل دول كده نحطهم في طبق التقديم ونبدا بقى ايه نجهز للحم. يلا عندي طبعا رز يكون بواقي رز، في ناس سالتني على الصفحه لو عندي بواقي رز يا شيف عظيم اعمل منه ايه، احنا قلنا حاجات كتير قوي قوي تتعمل من بواقي الرز ده. اولهم هي ان احنا نقدر نعمل سلطه برز بارد، زي مثلا كوبايه من الرز البسمتي، ونقدروا تستخدموا الرز البني او الرز المصري مفيش مشكله. جزر متقطع مكعبات ومسلوق، بطاطس مكعبات ومسلوقه، بسله مسلوقه، طماطم مكعبات، وعندنا مثلا ذره حلوه ندعم بقى بشويه خضار كده حلو، وعندنا مثلا زيتون اخضر ما تكتروش منه، وعندنا تونه ممكن تضاف هتبقى جميله جدا جدا. عندنا للدريسنج مايونيز وزيت زيتون وعصير ليمون ولبن، معلقتين كده يعني مش كتير. خلوا بال حضراتكم النسب دي ترجع لحضراتكم عشان كميه السلطه، يعني شويه رز قليلين كتار، حضراتكم بقى هتنوعوا في الايه في القصه دي. طيب انا بحط كده في جنب كده هنا البطاطس، وادي الرز البصل المشوي ده من الحاجات العبقريه جدا، مفيد جدا الحقيقه ورائع. وبعدين هنبدا بقى سايبه انا اللحم هنا، بصوا كل شويه ومهديه النار، بصوا الصوص، بصوا اللون، التيست والريحه، مش قادره اقول لحضراتكم على جمالها الحقيقه. يعني انا هسيب ده بس كده، هنقدم جنبه بقى اللحمه، نحط الصوص بتاعنا كده، طبق بسيط وجميل لكن
يعني ريتش جدا وغني جدا وطعمه حلو بسيط في عمايله. طيب هنبدا بقى نجيب بوله كده ونخلط فيها الايه، بسم الله، الحاجات الحلوه بتاعتنا. الرز اتسلق او رز كان مطبوخ وسائع مفيش مشكله. اي خضار عندي هسلقه، اي نوعيه خضار حضراتكم تحبوها عايزين تعملوها هتضيفوها هنا. طيب هبدا اول حاجه كده، خليني انا هاخد ايه، التونه. التونه دي برضو اختياري، حبيت ادعم يبقى في شويه يعني ايه بروتين عالي، وهي طبعا من الحاجات الغنيه بالاوميجا 3، وطبعا وجودها بيبقى جميل وبيليق قوي مع الحاجات دي. اهم حاجه الدريسنج يبقى لايق ان فيه تونه، مش كل حاجه هينفع احط معاها التونه، لان هي برضو من الوصفات اللي بتزفر مع بعض الخضروات. هننزل بقى بعد كده، عندي طبعا الزيتون الاخضر بيليق معاها قوي، ممكن ناخد كام واحده كده. وبعدين عندي الذره الحلوه، اصلا هي كسلطه حتى مستقله كان اقدر اضيف ليها الرز مع الدريسنج الجميل اللي بيليق معاهم، يبقى حلو قوي. وممكن نحط مكان الرز ده لو عندي مكرونه مسلوقه تنفع جدا برضو، او اللسان عصفور. طيب خليني هنا البطاطس انا برضو سلقاها، بصفي بس الميه بتاعتها، حتى فيها ميه بعصير ليمون اهو. وعندي قليل من الطماطم مخلية البزر، ان البزر هو اللي بيبين قوي، حاجة بسيطة جدا لا تذكر. وعندي البسلة والجزر اللي احنا قلنا مسلوقين، واتفقنا ان البسلة الصغيرة لو حضراتكم تفتكروا هي اللي خاصة بالايه بالسلطات، احنا حطينا الزيتون الاخضر في الاول. بصوا كده احنا الطماطم بجيبها طبعا تكون طازة وجميلة، بنقطع الجزء اللي فوق بنقطعها وبخلي البذر من جوه، وبقطع لحم الطماطم، اللي عايز يخلي القرش براحته حاجة ترجع لحضرتك، حاجة بسيطة بس. بصوا هي كسلطة اصلا مع التونة لو اتحط لها نفس الدريسنج هتبقى سلطة مستقل، لكن انا هضيف عليها الرز، معلقتين كده من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا كده، يعني كانه في رز، طبعا في بطاطس ده الرز استغنوا عنه، لكن انا بقول انه من ضمن نقدر نعمل بالرز البايت ده كمان كرات الرز اللي محشيه بالجبنه، ودي برده من الحاجات الجميله جدا. نقدر ناخد الرز ده ونعمل منه رز باللحمه المفرومه والخضار والبشاميل، هيبقى رائع جدا. الرز اللي موجود عندنا ده نقدر نعمل منه رز معمر، ولكن يكون حادق، من الرز المعمر الحادق. نقدر نعمل اصناف كتير جدا نستخدم فيها الرز الايه يعني اللي كان عندنا واحنا عايزين. اللي مش عنده وصفه حاليا احتفظوا بيه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه، بل بالعكس هتحتفظوا بيه وهيبقى فريش، وفي اي وقت عايزين تطلعوه تستخدموه في اي وصفه هيبقى جميل جدا. بصوا كده هزود بس كده ايه معلقتين رز كمان كده. الحقيقه هو من الحاجات الجميله، عايزينه بقى صحي اكتر هنستخدم الرز البني الغامق او الاسود. الحقيقه يعني هو ده من الحاجات برضو الصحيه الجميله، في ناس كتير قوي تحب تستخدمه، ممكن مكانه الكينوا، ممكن مكانه اي حاجه انتوا حابينها مع الخضروات الحلوه دي. طيب هناخد بقى بوله صغيره كده ونعمل فيها الدريسنج. اوكي ناخد كده بسم الله وهنعمل هنا دريسنج. هناخد المايونيز، وطبعا نقدر نعمل مايونيز ده في البيت، المايونيز اللايت هيبقى رائع، ونقدر نعمله في البيت من غير بيض، الحاجات دي في الصيف بتبقى افضل، في الشتاء نقدر شويه نتعامل مع الحاجات اللي فيها الحاجات دي اكتر، نسبه البيض اكتر، يعني بحاول اقنن استخدام البيض في الصيف اكتر الحقيقه يعني. وعندنا كده المايونيز، عصير الليمون، معلقتين لبن، ده اختياري بس عشان يعني ايه حاجه بسيطه، وده اختياري يعني حاجه بسيطه. ناخد بقى رشه الملح والفلفل وايه وزيت الزيتون، بسم الله كده، وزيت الزيتون حلو بقى، ناخد رشه ملح ورشه فلفل، تقدروا تستخدموا الفلفل الابيض مفيش مشكله، وزيت الزيتون اهو،
الصوص تبقى مستحلب كده وجميله والصوص كريمي كده. وهنبدا ان ايه نقدم بقى ادي الطبق بتاعنا. بسم الله ناخد هنا نقدم طبق السلطه الاول، وهناخد كده معلقه كبيره كده، وهنحط دريسنج على الوش عند التقديم بالظبط. بسم الله ناخد بقى الدريسنج حواليها اهو، كده وتتقدم. واتمنى تعجب حضراتكم ان شاء الله. هنيجي بقى للطبق اللي هنقدم فيه اللحمه بتاعنا كمان. الحقيقه هي وصفه عبقريه وجميله، ولو جربتوها هتعجبكم قوي. بصوا الصوص بقى تكاثف خالص وبقى جميل جدا. بصوا كده عايزه اوريكم بس هنا اللوش الصغنن. بسم الله بصوا بقى صوص كده، بصوا بقى جميل ازاي كده. بصوا كل ده هادي عليها كده. بصوا بصوا الجمال، صوص رائع اخد وقت وهديت النار خالص. اسالكم الريحه تجنن. روزماري طبعا مع اللحوم ممتاز، ومع الرومي ممتاز، ومع الفراخ ممتاز. تعالى بسم الله ناخد بقى ونقدم الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله عايزاكم بس تجربوها، وتجربوها بأي نوع لحمة موجود زي ما قلت لحضراتكم عندكم، إن شاء الله هتستمتعوا بيها جدا كده. بصوا شايفين الصوص؟ ناخد كده هنشوف بقى بالشوكه كده، بناخد من الرصاص وناكل البطاطس مع البصل المشوي، ونقطع قطع اللحم استمتعوا بيها مع السلطه الحلوه دي. طبعا هنقدم هنا وهستسمح حضراتكم في فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل باقي اطباقنا مستنياكم.